والحين معنا في اول لقاء له على عبر شاشه تلفزيون دوله الكويت الكابتن طيار يوسف العنزي اللي كان من ابطال الكويت اللي شاركوا في توصيل مجموعه كبيره من المعدات الطبيه من الصين الى الكويت، واليوم وهو احد المتطوعين بالهلال الاحمر الكويتي اللي يوصلون الناس اللي رجعوا من خطه العوده الى من المطار الى بيوتهم. مساك الله بالخير كابتن يوسف، وسعداء جدا بوجودك معنا. مسيكم بالنور، مبارك عليكم الشهر وعلى الشعب الكويتي كله، ان شاء الله تقبل طاعتكم. امين يا رب، منا ومنك. وللامانه اول ما تم اعلان اسمك كضيف عندنا بليالي الكويت، الجمهور كله تفاعل مع هالاسم اللي يعتبر الحين من أهم الأسماء الشابة المتطوعة العاملة المحبة لوطنها حتى في أحلك الظروف الشخصية. يعطيك ألف عافية كابتن. الله يعافيكم. احنا سعيدين بتواجدك أكيد كابتن يوسف. بالبداية يعني دخل علينا الوباء ودخل العالم كله، اجتاح العالم كله، وتم إيقاف بعض الرحلات لبعض الدول وخاصة الصين. فجأة يطلع لنا رحلة استثنائية علشان المعدات وانت كنت بطل هذه الرحلة، كلمني عن البداية شلون جاك الخبر. والله بدايتها يعني وصلني اتصال من قسم الروستر اللي هو تنظيم الرحلات ساعات متأخرة من الليل تقريبا على الساعة 11-12 بالليل، فطلب مني ان باكر عندك رحلة تغطية للصين. انا اعتقدت انه يعني قاعد يتغشمر الصين، احنا ما نروح الصين، والطيران يعني شبه توقف. بعدين كلمني المسؤول وقال لا نبي جوازك على اساس نسوي باكر الصبح بسرعه الفيزا، انه باكر انت الظهر طالعين. فقلت له تمام ما في مشكله. من الطاقم اللي وياي اعطاني الاسماء، وفعلا نطرت سياره الدوام، سايق الدوام، واخذ الجواز. جمع الجوازات تقريبا لي الساعه 5 وداهم الصبح مع مدير الاسطول عندنا. نعم. عبد الحميد العلي. فخذاهم وسوى الجوازات هناك وبعدين رحنا عاد المطار الريبورتنج تايم على الساعه 1 تقريبا، واعتقد ان احنا اقلعنا تقريبا الساعه 3:45. نعم. العصاري ضحى شيء. نعم. تقريبا. يعني لما عرفت انك بتروح اول رحله تجاريه بالطياره المدنيه حق الصين وهي يعني روت ما تروح الكويتيه ابدا، وايضا في فتره الكورونا وعز الازمه الصحيه اللي موجوده بالعالم، شلون كان احساسك؟ والله شوي الواحد طبعا الانسان يحوشه تردد لثواني، يعني انه وين رايح، شنو الموضوع، ليش، لكن عرفنا انها معدات طبيه ورحله استثنائيه لان احنا ما عندنا خط الى الصين اصلا. نعم. يعني الطيران المدني مقدم طلب للسلطات الصينيه ان يفتحون الصين كوانزو. نعم. ولين الحين تحت البروسيس يعني. فعلى قولتهم الواحد توكل على الله، عقلها وتوكل، توكلنا على الله ووفقنا ومشينا. اي والله، وكانت صراحه رحله مهمه جدا حق اهل الكويت كلهم، خصوصا جت بالوقت الحرج مثل ما يقولون. احساسك شنو وانت عاد 35 ساعة تقريبا، يعني 35 ساعة يعني كم يوم؟ اليوم 24 ساعة، يومين تقريبا، يومين تقريبا، يوم ونص. نعم فعلا هي كانت رحلة طويلة جدا، وكان سبب في الإطالة بالرحلة هي في قوانين دولية ان انت ما تقدر تطير على حسب نوع الرحلة ووقت الرحلة، الصبح ولا بالليل، وعدد الطاقم اللي وياك. احنا طلعنا طاقمين معانا. كم كان عددكم؟ كان عددنا توتال 11 واحد، من اربع طيارين، كباتن 2 ومساعدين، وعندنا مهندسين 2 واللود ماستر والباقي طاقم الضيافه. ففعلا الرحله كانت طويله، لكن ما خططناها طويله. احنا كنا المفروض نقعد في اراضي الصينيه ساعتين، بس قعدنا 11 ساعه تحت الليط وقعدنا بالطياره يعني. اي ما نزلتوا؟ لا ما نزلنا. وطبعا الرحله الاستثنائيه هذه انت بتبي تكسر القانون لازم يكون عندك كتاب رسمي من الطيران المدني. والطيران المدني ما قصروا، يعني طلعوه في وقت قياسي جدا، واعطونا الشهاده انك تقدر تطلع. حلو. فهذا كان. شو اللي شفته داخل الصين لما وصلت؟ انت اليوم شاهد عيان، يعني بعز الازمه انت رحت هناك. شو اللي شفته؟ يعني اشبهها مثل البيوت المهجوره. والله يعني مطار فاضي، ما في حركه، ما في، والاجواء كانت فاضيه يعني ما في، مو متعودين عليها احنا كطيارين. احنا اولويز على قولتهم اللوك اوت، نتلفت ندور ونشوف الطيارات وينها وكذي، هذه لا، كانت الاجواء فاضيه. في طيارات لكن يعني يمكن دوميستيك اللي هي طيران داخلي. بالنسبه عبرنا على الهند وافغانستان وبنغلاديش فكان في، بس مو بالكم اللي، والمطار كان فاضي يعني. حلو. لما وجه لك النداء
اليوم نقدر نقول نداء الوطن بمهمة ورحلة استثنائية. أنت كنت تمر في ظروف استثنائية ووالدتك الله يرحمها ويغفر لها كانت في حالة حرجة. أعطني إحساسك لما ما بين هذه وما بين ظروفك. وأنا كنت ماخذ إجازة مرافق مريض، يعني إحنا كانت الخطة أني أخذ الوالدة ونطلع فيها إلى فرنسا أو بانكوك، وسبحان الله الله ما قدر بالنسبة حق الرحلة وقفت الطيارة بالنسبة حق رحلة بانكوك لأن المطار سكر. حاولنا نطلعها ما قدرنا، بعدين حاولنا نأجر طيارة على حسابنا الخاص، فعلا أجرنا أول طيارة كانت طالعة من جدة إلى الكويت عشان تأخذها بالمستشفى كليفلاند اللي في أبو ظبي، مسافة قريبة منا، هي تحت الاي سي يو انتسف كير يونت العناية المركزة. وما قدرنا، سكر المطار بعد ساعتين من دفعنا فلوس، سكر مطار جدة، بعدين حولنا إلى مطار أبو ظبي عندهم طيارة، دفعنا فلوس وسكر سبحان الله، والله ما قسم أنها تطلع من الكويت. نعم رحمة الله عليها. أنت تلقيت الخبر وأنت بالجو؟ لا. كنت موجود؟ لا، لما وقفنا الطيارة، إحنا ما عندنا شبكة بالنسبة لنا كطيارين نشغل التلفون، ممنوع علينا داخل الطيارة كقوانين، ما نقدر نشغل التلفون إلا لما نطفي المكاين. زميلك اللي بلغك؟ نعم. أو عرفنا أنه يعني أنت ما تلقيت النبأ مباشرة من أهلك؟ لا لا نهائي، أنا كنت أسكر الجنطة من زمن الطيارة. أي الحمد لله، الحمد لله لك. كنت بالكويت قبل ما؟ لا لا لا، وأنا راد إلى بطلنا الباب بننزل إحنا، فنلم إحنا كطيارين نلم أغراضنا، سماعتك، قلمك، شغلك، آيبادك، فدش علي هو وبلغني فيها. بلغني ان عظم الاجر قالي وصار اللي صار الحمد لله على كل حال. احنا ما نبي طبعا يعني نضايقك او نسالك اسئله يعني ممكن هي ترجع لك الاحساس بالالم، بس يعني صراحه الناس كلها تبي تعرف انه يعني صارت المشكلة هذه أو الأزمة هذه مضاعفة بالنسبة لك لأنك رحت على حجر مؤسسي كبداية. نعم منزلي. كان حجر مؤسسي، يعني بعدين طلعوني. ما قدرت تطلع ما قدرت أحضر؟ لا، لأن هذه تعليمات طبعا وزارة الصحة، وحاولت أنا يعني بكل جهد أني أطلع ثاني يوم، وكان أساس أنه هي توفت الله يرحمها يوم الجمعة والدفان كان يوم السبت، فحاولت كثر ما أقدر وقالوا لي ممنوع ما تقدر، ومطلوب منا احنا يعني طاعة الامر ولي الامر يعني حتى شرعا، يعني لا انت خلاص بس ما تقدر تكسر لانه تؤثم. نعم. وما كانت حلوه يعني اني اطلع انا والعالم تشوفني بهالوضع هذا، وخصوصا الانسان صار مثل المثال بالنسبه حق الشعب الكويتي، فانت اذا تبي تصير مثال زين لازم تتبع القوانين. فقبلت بامر الله. نعم. وما قصر الشعب الكويتي كله والله، يعني اللي سووه والدعاء والحضور يعني يثلج الصدر والله، يعني شعب كريم وفي وخلوق. ولأنك بطل قدمت هذه المهمة الوطنية في ظل ظروف اللي قاعد تمر فيها الوالدة الله يرحمها، لكن أنت بطل من أبطال الكويت، فلا تستغرب كل أهل الكويت يدعون لك ويهتفون باسمك، لأن بالفعل أنت قدمت شيء القليل ممكن يقدمه، فأنت مفخرة لنا كشباب كويتي. الحمد لله، هذا من فضل الله، وإن شاء الله والشباب اللي قاعد يشتغل وياهم الحين والشباب اللي قاعد يطيرون الحين، الأبطال في كل مكان. نعم. الطب، الدكاترة، الممرضين، الداخلية، الجيش، على قولة الإنجليزي نيمت، بس يمكن ما حالفهم الحظ ان يظهرون على الشاشه او ان تحوشهم الصدفه ان يعني ينعرفون وكذا، لكن انا اشتغلت وياهم. تبي مدير، تبي مدرس، تبي عسكري، تبي كلهم يشتغل مع بعض، يعني الشعب الكويتي والله يعني يرفع الراس. نعم. بالأزمات هذه اللي شفت يعني يرفع الرأس ويثلج الصدر. الحمد لله. نعم. الحمد لله. يعني إحنا قبل لا نتكلم عن ارتدائك حق الفست الخاص بالهلال الأحمر الكويتي، نبي نتكلم شوية نأخذ منك معلومات عن رحلات الإجلاء اللي حاليا قاعدة تقام، جسور جوية. نعم. يعني صراحة تعب كبير على زملائك الطيارين، ومهمة صعبة جدا ولازم لها توقيتات محددة، شو تقول لهم؟ أقول لهم قواكم الله، وهذه مغربة عليها. أكيد. اشتغلوا في أزمة 2/8 الغزو. نعم. واشتغلوا في 2003 يوم كانت الجيش الأمريكي في العراق أعتقد، أو شغلة صار الأجواء مشحونة في معدات عسكرية وصواريخ وكذا. صحيح. ما حد وقف. صحيح. كلهم اشتغلوا وتموا يشتغلون، والحين يشتغلون ويخدمون الوطن. وهذه يعني مو غريبة عليهم.
مو غريبة على الشباب. أكيد مو غريبة عليهم، وإحنا نحيي فيهم نعم. هذه الروح الكبيرة، لأن قاعدين يروحون دول موبوءة نعم. نعم. يعني وأنت كنت الأول بأنك تروح لدولة هي أساس الوباء في العالم صحيح. فيعطيكم ألف عافية وعساكم على القوة، ومثل ما يقولون دائما الكويتي صاحب فزعة وعلى طول موجود في وقت المصاعب. أحسنت صحيح صحيح. الجميل أن لازال عطائك موجود ولازلت تعمل تطوعا مع جمعية الهلال الأحمر. نعم صحيح. تكلمنا عن عمل التطوعي. بعد ال 14 يوم في الحجر، خلص الحجر والإنسان المنتج ما يقدر يقعد فاضي يعني. فتكلمت واحد من الشباب اللي هو زميلي كابتن فهد العماني، كان أوريدي متطوع مع الهلال الأحمر في أكوا مارين اللي موجود في نويصيب. نعم. للأسر أو الشباب أو اللي محجورين هناك. فكلمته قلت له بتطوع، واصلني مع الدكتور مساعد العنزي في الهلال الأحمر، كلمته قلت أنا مستعد إني أتطوع ورحب بالفكرة الله يجزاه خير، وخذاني ورحنا الأكوامارين قعدنا هناك حلوة الأسبوع متطوع. نعم، نخدم العوائل الكويتية اللي موجودة هناك في الحجر. إحنا ما شفناك إلا في مقطع في السوشيال ميديا وأنت توصل أحد العائدين إلى أرض الوطن إلى بيتهم. نعم هذا صحيح، بس قبلها كنت أنا في الأكوامارين كنت متطوع هناك، لأن هناك ما في على قولتهم التواصل المباشر، كنا بس نوزع الأكل على الشاليهات. حلو. والخدمات لوجستيك اللي محتاج أكل ماي كذي يعني. حلو. شلون شايف وعي الناس ويعني حرصهم على الالتزام بالإجراءات الصحية من خلال وجودك في صفوف الأمم؟ والله أنا أشوف، أنا أسمع قصص لكن أنا أشوفه ممتاز جدا وعي الكويتيين، يعني شيء جبار صراحة بالنسبة حق يعني اتباع التعليمات. وممكن انت تشوف 2% 3%، هذا شيء طبيعي ان الناس تكسر القوانين، هذا شيء طبيعي في اي مجتمع. نعم. لكن ككل انا احييهم صراحه. بالضبط شنو ردة فعل الكويتيين لما يشوفون ان انتم اللي قاعدين توصلونهم؟ والله فخورين لما يعني كافي دعاهم. يعني شيء يثلج الصدر صراحه، فخورين جدا جدا جدا. أيوة. وكلامهم جدا طيب والدعاء ويعني شيء فوق الخيال. في بعض منهم تعرف عليك؟ اللي صورني بالتاكسي هذا هو تعرف عليه، قاعد يتحكى بس صادي ما شاء الله عليه. كان في كنت موصله جابر الاحمد. جابر الاحمد بلى. نعم. كلمني عن انضمامك للعمل التطوعي، يعني شو اللي شفته فيه، وهذا هل هذا اول عمل تطوعي للكابتن يوسف كرسمي؟ نعم هذا كان اول عمل تطوعي لي. انا يعني اللي لمسته مجموعه كويتيين من كل الطوائف وكل الاعمار مجتمعين في مكان واحد يشتغلون كانك تعرفهم صار لك سنين. يعني شيء غريب، لان الهدف يعني انا مو موجود مجامله لك ولا لها ولا احنا جايين نخدم الوطن. صحيح. فكل واحد يعطي من قلبه. يعني اول يوم جينا المطار بلشنا الساعه 6 خلصنا الساعه 3 الفجر، ولا واحد فيهم قال اوف تعبت ولا انا برد البيت. هو عمل تطوعي، اي لحظه تقدر تقول لهم انا تعبان بمشي. لكن شيء جبار، شيء يعني الشباب تبارك الرحمن يعني يشتغلون بدون تعب بدون تأفف بدون لا انا ما اقدر يتهاوشون يعني على مفتاح السياره انا ما رحت انا بروح لا عطني انا يعني شيء جبار صراحه. زين والطريقه تعقيم السيارات، طريقه شلون انتم تاخذون بالكم من نفسكم؟ نعم. كلمنا عن هذا. هذا عندنا بروسيجر موجود، عندنا التانكس اللي فيها البامب هذا نحط فيها ماده التعقيم اللي هي سانيتايزر، وبعد ما ينزل المسافر نرش السيارة من برا ونرشها من داخل، نفتح الأبواب هذه ما تنوخذ السيارة هذه. أي. نخليها تهوى على قولتهم على ما ينشف عشان المسافر ما يقعد فيها، بعدين نمسحها وإحنا نبدل عاد الجلوفز والماسكس ونرد مرة ثانية إذا في مسافر ثاني ونطلع. حلو عملكم، بس يعني إذا وصلت رحلة توصل البيت وتروح بيتكم ولا ترجع؟ إحنا هذا جزءنا إحنا كشباب موجودين في التي 1 والتي 4، لكن نعم. إحنا في الهلال الأحمر مقدم خدمات كثيرة لوجستيك. نعم. اللي هي مثلا أخذ العينات السوايبس. حلو. من المطار من داخل التارمك إلى المستشفى للفحص. ويردون طبعا الكراتين الثانية عشان ينقلونها، حاطين باصات للمسافرين ينقلونهم من الخيمة الطبية خلينا نقول. نعم. أو المركز الطبي إلى البوابات، وعندهم بعد موفرين طبعا هم توصيل الوجبات، وعندهم يعني أي شيء في لوجستي هم داشين فيه. حلو. أبي أنت وزملائك اللي تستقبلون الناس وتوصلونهم البيت، هل هي بس إن رحلة لما توصل الرحلة تأخذ شخص
توصل بيتهم وتروح بيتكم وتريح ولا ترجع مره ثانيه؟ لا لا ترجع اليوم كله. اليوم كله طبعا هو عمل تطوعي انت براحتك، لكن ما في احد قال انا ما ابي. لا يترد يعني اول امس احنا خذينا 600 بس تي 1 تيرمينال 1 650 على قولة لغه التكاسي ضرب. تتكلم بلغه التكاسي. انزين السيارات اللي تروح هالدروب هذه هي مو سيارتك الشخصيه؟ لا هذا من متبرعين جزاهم الله خير. انا مو مثبت الاسماء بس اعتقد ان اول واحده 930 تاكسي تبرع فيها شركه تاليا للتكاسي. نعم. بعدين دش فيها اعتقد اعطانا 14 سياره فولفو من جيبات وصالون اساس ان احنا كنا نتوهق في جناط المسافرين ما تشيل. فاعطانا فيها تقريبا 14 سياره اللي هي اعتقد بدر ناصر الخرافي اذا يحضرني الاسم. نعم تبرع فيها سيارات جديده يعني. وباكر مشيئه الله على حسب كلام الاخوان في الهلال الاحمر راح نستقبل 5 سيارات بعد من البرطين من انفينيتي وجيبات سفاري. جميل جدا. يعني كل السيارات هذه متبرعين. نعم فيها. نعم. اهل الكويت وكل قائدين هذه السيارات ايضا بتبرع. نعم. بالمجهود من شباب الكويت. نعم صحيح. فيعطيكم العافيه صراحه. يعني احنا قاعدين نتكلم بالاعلام كل يوم وكل يوم نستضيف احد الوجوه الشابه الكويتيه اللي نفتخر فيها، فالعدد كبير. إيه ما شاء الله. وشيء يعني يسعد ويثلج. نعم. نعم صحيح. نعم صحيح. وفي ناس ترى يعني كويتيين شباب وبنات يعني بيدشون الهلال الاحمر بس ما شاء الله يعني اكتفى الهلال الاحمر اكتفى. نعم. يعني في عدد كبير ما شاء الله تبارك الرحمن. حلو. كم رحله كم درب يحوشك باليوم؟ يعتمد على 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 الزحمه يعني. امس يمكن 4 بس لان امس كانت الطيارات مو مفوله، لكن اول يومين يمكن انا سويت 25 تقريبا 25 درب اعتقد اذا ماني غلطان. عساك على القوة. والشباب بعد يعني طبعا انا ما شاء الله في ناس اكثر مني يعني ما يبي قاعد معي يرد اعطوني منو هات يعني في سباق على العمل التطوعي. نعم نعم بين اخواننا لان كله باجره. شوف العمل اذا صار لله وللوطن انت ما تنطر اجر من احد، تبي ترضي رب العالمين. نعم. فهذه ما تحسب لها حساب. طيب خلينا نتكلم شوية عن الوقت الحالي. أنت يعني أيضا العمل التطوعي اللي قاعد تقوم فيه يعتبر فيه مخاطرة، شلون وضعك مع الأهل؟ مو قاعد تشوف أحد ولا حاجز نفسك بالبيت بعيد عن عيالك ولا شنو الوضع بالضبط؟ أنا عندي سكشن الديوانية يعني حتى إذا بطلت الباب عندي تركي مسي عليه، تركي ولدي الكبير. أيه. يقول لي دش قط ملابسك وخذ شاور قبل تكلمنا. أول ما دش من برا دش أخذ شاور بس يبقى قبل تكلمنا. مسوي حجر منزلي حق يعني نفسك. من غرفة أنا بيني وبينهم باب، هي أهم شيء الديستنس يعني إحنا عد المسافة. لا أنا يعني ما ودي أقولها لكن لا نعظم الكوفيد 19 يعني خليه هو فيروس، إذا تأخذ المسافة وتأخذ احتياطاتك إن شاء الله ما فيها خلاف. صح. زين اليوم احنا ثاني يوم برمضان، جدولك كابتن يوسف برمضان؟ برمضان جدولي نروح الصبح للمطار طبعا باكر اوف عندنا لانه ما في رحلات، بعدها في المرحله الثالثه، لكن في ايام التطوع نروح الصبح للمطار ونقعد نوصل المسافرين، بعدين عندنا بريك الفطور نتفطر ونكمل. نعم. هذا الجدول الرمضاني. هذا الجدول الرمضاني. هذا رمضان مختلف تماما عن اي رمضان. نعم. سابق. نعم. نعم. اتوقع ولا اي رمضان لاحق راح يكون نفس الشيء. امين يا رب. امين ان شاء الله. نسال ايش رايك؟ انا عندي سؤال. تفضل. كابتن يوسف زميلنا سعد الخلف نوجه له تحيه، قدم سؤال حق متابعينا والناس قاعد تشاركنا عبر هاشتاج ليالي الكويت، شنو معنى كوفيد 19؟ انا اعتقد احنا متعودين في الافيشن على الشورت تيرم ووردز هذه، بس ان انا اعتقد من المسمى ان اسم كورونا فيروس ديسمبر 2019 اعتقادي. لا اعلم عنه اذا كان صحيح بس اعتقادي. زين ايش رايك ناخذ الحين سعد؟ ايش رايك؟ خلاص عيل احنا نشكرك جدا وراح نشوف اجابتك صحيحه او لا مع زميلنا سعد الخلف بعد شوي. يعطيك الف عافيه على وجودك معانا ونورتنا، وبالنيابه عن كل اهل الكويت نقول لحضرتك ولكل شباب وبنات الكويت يعطيكم الف عافيه، بيضت الوجه وزياده. الله يعافيكم حق واجب. كثر الله من امثالك كابتن يوسف. الحين ننتقل الى الزميل سعد الخلف، مساك الله بالخير يا سعد.
مساء النور اخوي محمد واختي غاده. انا بوصل لك مسج، انا عارف الاجابه وما راح اقول، بنسمع الاجابه منك. سمعت اجابه يعني الكابتن يوسف؟ والله يعني سمعت شويه منها، حقيقه كان سؤالي للفتره القادمه من الكابتن اللي سافر الى الصين. حركتها علي يبنى شخصيا عندنا بالاستوديو. زين يلا قول لنا، الناس ترى تبي تعرف شنو كوفيد 19. كوفيد 19 هو اختصار سي او كورونا، في اي اللي هو فيروس، دي ديزيز يعني بالنهايه هو مرض فيروس كورونا. نعم. وال19 19 لان اكتشف في الصين في 2019 ديسمبر 2019، فحطوا 19 حتى دلاله تاريخيه ان هالمرض هذا اكتشف في ووهان في الصين في 2019 ديسمبر، فخلوها تاريخيه. يعني اجابه الكابتن صح almost صحيحة. 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 أخذنا برحلة ببلاش. كلنا. الحين مسكين سعد، أنت 27 سنة تعطي جوائز وتعطي أسئلة، خاطرك أحد يعطيك جائزة. لا وبعد تذكرة السفر هذه بعد. يعطيك ألف عافية وشكرا لوجودك معنا، وشكرا لك مرة ثانية كابتن يوسف. شكرا لكم أكيد مشاهدينا، ونرجع نشوفكم في الغد إن شاء الله. إلى اللقاء.